يحضر خونة خونة لبلده. دول اساسا مرتشين من زمان، والناس دي اساسا لولا قاصدين ولولا بيصرف عليهم ما كانوا خانوا البلد. دي خيانه للبلد. ايه اللي وحش في مصر؟ ايه اللي مش عاجبهم في مصر؟ مصر دلوقتي في استقرار، دلوقتي مصر بتتبني من جديد. مصر بتتبني من ايام 52 ومصر خربانه. الرئيس السيسي دلوقتي بيبني البلد من جديد، بيت اتهد وقعد الارض ماسكه من الاساس دلوقتي. ايه اللي مش عاجبهم في البلد؟ عاجبهم السرقه والنهب بتاع زمان. والله طبعا كان بيحشدوا، كان بيتكلموا وعايزين يقولوا ثوره ثوره. اول حاجه احنا البلد مش في حل حاجه زي كده، واحنا مش محتاجين حاجه زي كده. احنا النهارده طبعا خرجنا وقلنا الرد بتاعنا، ادي الثوره اللي هم بيتكلموا فيها، وادي الثوره اللي هم عايزينها. ادي يا محمد يا ناصر، احنا بنعرف نرد الجميل لبلدنا، لازم نقف جنب البلد. احنا الارض خراب ولا حمل دمار ولا محتاجين ثوره ثانيه ولا محتاجين حاجه زي كده. كفايه بالبلد فيه، احنا مكفين نفسنا بذاتنا، مش محتاجين كلام اي حد من الداخل ولا محتاجين حد يدافع عننا. احنا كمصريين هنعرف ندافع عن ارضنا وعن بلدنا كويس. اقول له ان احنا من بني سويف، وادي بلدك اللي انت منها. شوف ايه، شوف انت فين واحنا فين. انت غريب عن بلدك وعن اهلك وناسك. احنا وسط اهلنا وناسنا، وبنعمل اللي احنا عايزينه واللي البلد موافق عليه. مش بنعمل ضد بلدنا، مش بناخد فلوس من حد غير ضد بلدنا. لا، احنا الحمد لله رب العالمين مكتفين ببلدنا، والحمد لله ان انت بتاخد من بلدنا.